بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الاهلي العظيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج الترند. النهارده البدايه بالتاكيد بدايه مش عاديه، ولكنها بدايه استثنائيه. النهارده النادي الاهلي بتاريخ 24 ابريل في 2024 بيحتفل بمرور 117 سنه على انشاء هذا النادي العريق صاحب القيم والمبادئ والتاريخ والبطولات. مؤسسة رياضية مصرية وطنية ولدت من اليوم الأول بدور إيجابي ووطني وشعبي في مصر منذ 1907 حتى 2024 وعلى مدار 117 سنة. لا موقف اتغير ولا قرار اتغير ولا مبادئ اتغيرت. كل من تولى قيادات إدارات النادي على مدار كل السنوات الماضية مشوا بنفس السياق وبنفس الأداء، وكان شعار كل الناس اللي اشتغلت في النادي الأهلي على مدار التاريخ: الأهلي فوق الجميع، فوق جميع أبنائه، مصلحة الأهلي أهم من أي حد داخل منظومة النادي الأهلي. الانتصارات ليست فقط في القرارات والقيم والمواقف الراسخة والوطنية لهذا النادي العريق، ولكن أيضا الانتصارات في بطولات. لك أن تتخيل بعد 117 سنة دلوقتي انت بتقترب من 150 بطولة مش محلية بس، ده محلية وقرية ودولية وانتصارات على جميع الأصعدة، مش في الكرة بس، ده في السلة وفي الطايرة وفي الهاندبول وفي الفولي، في كل مجال داخل قطاعات النادي الأهلي. النادي الأهلي مؤسسة تخدم في المقام الأول كمان الرياضة المصرية، داعم أول للمنتخبات الوطنية. كل سنة وكل أهلاوي، كل سنة وكل مسؤول، كل سنة وكل مدير فني وجهاز، كل واحد اشتغل في منظومة هذا الكيان الكبير أو بينتمي لهذا الكيان الكبير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بنحتفل بمرور 117 سنة. احتفالات الأهلي ليست داخل مصر فقط، روابط المشجعين في كل أنحاء العالم النهاردة، حتى الإذاعات العربية ادخلوا على السوشيال ميديا بتتكلم على 117 سنة لاسم نادي حفر تاريخ كبير جدا من الانتصارات والمواقف التربوية والقيم والمبادئ. الكل بيتكلم عليها، مواقف حصلت في الثلاثينات، في الستينات، في التسعينات، في الألفية الجديدة. ويجدوا كده مع كل حقبة زمنية لازم يكون في درس يفكر الناس. النادي الأهلي سيظل هو النادي الأول صاحب القيم والمبادئ اللي الكل بالتأكيد بيحاول يمشي على هذا السياق، لأن الأهلي على فكرة ليس مؤسسة رياضية فقط، بل مؤسسة تربوية، مؤسسة اجتماعية لها دور كبير جدا في الشارع الرياضي المصري وفي منزل وفي بيت كل واحد منتمي لهذه البلد أو لهذا الشعب أو حتى لهذه الجماهير العريقة. الأهداف التاريخية، الرموز، الأساطير، النادي الأهلي لديه أساطير في كل مجال وفي كل زمان وفي كل لعبة، رؤساء تاريخيين. لو بنبدأ من سعد زغلول، تاريخ النادي الأهلي فيه أسماء كبيرة جدا. الصورة اللي قدامنا دي أول صورة لاجتماع مجلس إدارة في النادي الأهلي، بشوات، ناس بتحب البلد، ناس بتحب النادي. النادي الأهلي أنشئ باسم وتاريخ وطني. النادي الأهلي أنشئ في عهد الاحتلال البريطاني. النادي الأهلي أنشئ من أجل الشعب المصري، والبداية والانطلاقة أكيد كلنا بنجني ثمار كل هذه المواقف الإيجابية دلوقتي لما العالم كله بيتكلم على مكانة هذا النادي اللي فضل ربنا سبحانه وتعالى عليه وعلى جمهوره. بنشوفه بعد كده في بطولات رغم مواقف صعبة وأيام صعبة مرت على النادي الأهلي في فترات زمنية كبيرة جدا. كل سنة وحضراتكم طيبين. لو هنقعد نتكلم على 117 سنة مش محتاجين حلقات، احنا محتاجين أيام، ولكن كل سنة وحضراتكم طيبين. والنهاردة بالتأكيد هنهتم بكل كبيرة وصغيرة في السوشيال ميديا واحتفال النادي الأهلي بمرور 117 سنة. طيب نروح لسؤال الحلقة، والنهاردة سؤال الحلقة هيكون أيضا له علاقة بهذه الذكرى التاريخية، والنهاردة عيد ميلاد النادي الأهلي 117. عايز أعرف من وجهة نظركم في ذكرى يوم تأسيس الأهلي رقم 117، إيه هي المباراة وإيه هي البطولة اللي مش ممكن تنساها وإنت بتشجع الأهلي؟ إيه هي المباراة وإيه هي البطولة اللي مش ممكن تنساها وإنت بتشجع الأهلي؟ سؤال صعب أنا عارف، لأن المباريات كتيرة والبطولات كتيرة والأهداف كتيرة، ولكن كل واحد يشارك معانا على حسب الحقبة الزمنية اللي عاشها أو اللي اتفرج عليها أو اللي شافها، وكل ده بالتأكيد هستعرضه في الجزء الأخير من برنامج الترند.
طيب نروح بسرعه لاهم العناوين. البدايه في ترند الاهلي، 117 سنه من القيم والبطولات، كل سنه وانت طيب يا اهلي. وكمان الفريق يواصل تدريباته استعدادا لمواجهه مازيمبي. وفي الترند المحلي، فيتوريا يرفض الشرط الجزائي ويطالب ببقيه عقده. نروح لاستعراض مباريات اليوم. البدايه النهارده باستئناف مباراه الجوله 19 من الدوري المصري. في مباراه بدات حوالي الساعه 4:30، وكلنا عارفين مباراه اتاخرت حوالي نص ساعه نتيجه طبعا ان المباريات يعني نتيجه الحراره العاليه، بدل ما تبدا 4 بدات 4:30 زي امبارح بالظبط. طلاع الجيش وانبي في هذه اللحظات الشوط الاول في الدقيقه بالظبط 35، والتعادل السلبي بين كلا الفريقين. الساعه 7 بيراميدز مع البنك الاهلي، ودي مباريات الدوري المصري. نروح للدوري الانجليزي، الساعه 9 الا ربع في مباراه، والساعه 9 في ثلاث لقاءات في توقيت واحد. 9 الا ربع ويلفرهامبتون مع بورنموث، والساعه 9 كريستال بالاس مع نيوكاسل، ايفرتون مع ليفربول، مانشستر يونايتد مع شيفيلد يونايتد. نروح للدوري الفرنسي، الساعه 7 لوريان بيستضيف باريس سان جيرمان، الساعه 9 مارسيليا بيستضيف نيس، وايضا في نفس التوقيت موناكو بيستضيف ليل. دي ابرز مباريات اليوم في الدوريات الكبرى، خاصه الدوري الانجليزي والدوري الفرنسي. قبل ما اطلع لفاصل، طبعا البدايه كانت لازم تكون كل سنه وانتم طيبين بمناسبه مرور 117 سنه على انشاء وتاريخ النادي الاهلي، ولكن وانا بختم هذه الفقره في الانترو لازم يكون ختامها مسك. بنبارك لمجلس اداره النادي الاهلي، بنبارك للجهاز الفني ولاعبي كره الطايره في النادي الاهلي بعد الفوز بالبطوله الافريقيه للانديه الابطال التي اقيمت على مدار اكثر من 10 ايام على صاله الامير عبد الله الفيصل. فوز الاهلي بالامس على بطل تونس بثلاثه اشواط مقابل لا شيء، نتيجه تاريخيه كبيره جدا على بطل هذه البطوله في النسخه الاخيره. النادي التونسي اكيد كان حقق نتائج جيده جدا في البطوله الماضيه، ولكن امام النادي الاهلي نجح المارد الاحمر في تحقيق البطوله الافريقيه ومن ثم التاهل لكاس العالم للانديه للكره الطائره. كره الطائره كاس عالم، كره اليد بعد الفوز بالسوبر الافريقي على الزمالك كاس عالم، كره السله ان شاء الله البطوله بتقام هنا في القاهره تكون مؤهله للبطوله الافريقيه ومن ثم بعد ذلك التاهل لكاس العالم، وبطوله فريق الكوره في سيمي فاينال دوري الابطال، ولكن الاهلي كده كده في كاس عالم 2025 في الولايات المتحده الامريكيه. عصر مهم جدا من تاريخ النادي الاهلي، انتصارات على كافه الاصعده. مبروك لاسره النشاط الرياضي، مبروك لكل فرد داخل فريق كره الطايره رجال. بطوله افريقيا حدث كبير جدا، القاب وبطولات في جميع المجالات. الحمد لله والشكر لله، إدارة النشاط الرياضي كابتن خالد العوضي، جهد كبير جدا من كل فرد داخل منظومة النادي الأهلي، وبالتأكيد المباركة في الأساس لجماهيرنا العريقة في كل مكان اللي كانت حريصة امبارح تتواجد في صالة الأمير عبد الله الفيصل وتشجع الأهلي بهذا الشكل الرائع جدا، واللجنة المنظمة اللي أدت أداء رائع جدا في هذه البطولة برئاسة الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة. فاصل ثم نواصل. مية وسبعتاشر سنة تاريخ مبادئ تطوير، والحاضر والمستقبل عندنا حدث مهم جدا، مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب الدور نصف النهائي سيمي فاينال دوري أبطال إفريقيا، أعظم البطولات وأهم البطولات الإفريقية الأميرة السمراء كما يطلق عليها من كل السفراء في الاتحاد الإفريقي ونجوم القارة الإفريقية في الفترة الأخيرة. دوري الأبطال البطولة التي تعشق الأهلي ويعشقها جمهور النادي الأهلي. الأهلي على أعتاب حدث تاريخي بإذن الله، التأهل يوم الجمعة يضمن للأهلي رقم قياسي كبير جدا بالوصول للنهائي التاريخي للمرة الخامسة وللعام الخامس على التوالي. لم ينجح أي نادي على مستوى العالم الوصول لنهائي قاري خمس سنوات متتالية سوى ريال مدريد في الستينات، وبالتالي في الألفية الجديدة وفي العصر الجديد إذا نجح الأهلي بإذن الله في تحقيق هذا الرقم القياسي هيكون رقم فريد من نوعه. ولكن الأرقام شيء والواقع شيء تاني خالص، لسه المباراة لم تحسم، لسه المباراة 90 دقيقة محتاجة تركيز شديد، لسه المباراة محتاجة شغل كبير جدا، مش في الملعب بس، في الملعب وبره الملعب. 50,000 مشجع، أنا من النهاردة لغاية يوم المباراة 50,000 مشجع، مش هقول 50,000 مشاهد، 50,000 مشجع رايحين الملعب، هيقعدوا مش هيقعدوا، هيقفوا يساندوا ويأزروا ويشجعوا النادي الأهلي من أول دقيقة.
وخدوا بالكم يا جماعه، الماتش الساعه 10 بتوقيت القاهره. امبارح انا شرحت الموضوع ده لكل الساده المشاهدين، لغايه لما النادي الاهلي بالليل بالفعل من خلال الحساب الرسمي والصفحه الرسميه على الفيسبوك نزل البرومو الخاص بتوقيت المباراه 10 مساء الجمعه على استاد القاهره الدولي، خاصه بعد تغيير ان شاء الله الساعه مساء يعني او صباح يوم الجمعه باذن الله في منتصف الليل. الساعه بدل ما تبقى 12 هتخليها 1، فبالتالي المباراه يوم الجمعه بدل ما تبقى 9 هتبقى 10، لان المباراه هتكون الساعه 7 مساء بتوقيت جرينتش. شايفين الجمهور اللي قدامكم ده؟ ان شاء الله باذن الله نشوف الشكل ده والحضور الكبير ده، واستاد القاهره يمتلئ باللون الاحمر والجماهير تكون موجوده عشان تشجع الاهلي من الدقيقه الاولى. محدش يضيع وقت قبل المباراه ويقف ويساند ويشجع، مفيش حد في الملعب. صوتك مطلوب في التسعين دقيقة داخل الملعب، مؤازرتك وتشجيعك وهتافاتك هتكون هي صاحبة التأثير الكبير على الفريق المنافس بإذن الله في استاد القاهرة. طيب، المباراة فيها تفاصيل كتيرة والمباراة فيها أحداث مهمة ممكن نتكلم عليها. احنا متعادلين سلبيا في مازيمبي، فأي مكسب للأهلي التأهل بإذن الله للمباراة النهائية. ولكن النهاردة كانت في عدة لقاءات تم التنسيق لها من قبل الاتحاد الافريقي، لقاءات اعلاميه مع عدد من لاعبي النادي الاهلي، احاديث مهمه قبل مباراه الجمعه مع مازيمبي، لان في هذه اللحظات وانا معاكم التدريب بدا. عندنا بعض التصريحات المهمه واللقاءات الهامه لسه بنعرضها يمكن جايانا على طول من ملعب مختار التتش بالجزيره. البدايه نسمع نشوف كريم نيدفيد قال ايه عن مباراه الاهلي ومازيمبي، ونرجع لسه عندنا تفاصيل ثانيه. أكيد ماتش صعب، عملنا نتيجة كويسة في المباراة الأولى، لكن الماتش الثاني برضو صعب. احنا برضو قابلنا فرقة كويسة عندها إمكانيات، وهيبقى عندهم برضو في جو أحسن، في ملعب أحسن، فأكيد دي هتديهم دفعة مهمة ليهم. لكن احنا النتيجة ما يعني هي كويسة أو إيجابية، لكن هي مش مطمئنة خالص لينا. فاحنا تركيزنا كله ان احنا من اول دقيقة ان شاء الله نحاول نخلص الماتش ده من بدري، يعني نحطهم في ضغط طول المباراة. مش هنبقى نازلين اكيد مستسهلين النتيجه واحنا حاسين ان احنا عملنا حاجه هناك، ان احنا لسه في الاول وفي الاخر النتيجه 0-0، يعني ما حدش كسبان يعني. فماتش مهم وان شاء الله يبقى الحظ محالفنا ونقدر نصعد باذن الله النهائي ان شاء الله. ده اول حاجه قلناها بعد الماتش على طول واحنا في اوضه اللبس في الكونغو، ان الفرقه دي قدرت بعد ما هي اتعادلت في ملعبها قدرت ترجع وتكسب بترو اتليتيكو في ملعبها، وبترو اتليتيكو فرقه كويسه برضه. فاحنا طبعا بالنسبه لنا يعني دي حطيناها في دماغنا، ودي درس لينا ان احنا نتعلم منه، ان احنا ما نستسهلش الماتش، عشان لو استسهلناه يبقى الموضوع صعب. بتمنى ابقى اقدر اساعد الفرقه حتى لو جزء بسيط، ان انا حصلت على بطوله افريقيا لكن ما كنتش موجود فيها، فيعني دي من البطولات اللي انا هبقى ان شاء الله مشارك فيها، فيا رب تبقى التوفيق لينا وتبقى اول بطوله ليا وانا مشارك باذن الله، واقدر اساعد زمايلي وناخد البطوله ان شاء الله. يعني احنا طبعا دايما مستنيين دعم الجمهور، مستنيين دعمهم بكره بعد بكره ان شاء الله بصوره كبيره، فزي ما هم معودينا دايما، وان شاء الله باذن الله نقدر نفرحهم بعد الماتش باذن الله ونصعد نهائي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله كريم تفرحوا جماهير النادي الاهلي وتسعدوا جماهير النادي الاهلي اللي هتكون موجوده بكثافه كبيره جدا، ونقدر نقول خلاص يعني التذاكر كلها نفدت بالكامل. الساعه الرسميه اللي تم طرحها 50,000 متفرج، وانا اتوقع كمان ممكن يكون في يعني اوبشن كده بعدد زياده باذن الله في استاد القاهره، بحيث المشهد كله يبقى يسعدنا كلنا ونحتفل في هذا اللقاء الهام جدا، وباذن الله يكون تاهل مهم جدا. انا دايما بتكلم على الجمهور، لان المباريات اللي زي دي عايزه جماهير. الملعب والتكتيك والشغل الفني وشغل مارسيل كولر كل ده مهم جدا، ولكن الجمهور ده بيحرك الصخر. انا مش هنسى وكلكم مش هتنسوا بالتاكيد، ممكن نقول مباريات كتيره، ولكن يعني من فتره قريبه 2008 فاينل دوري الابطال لقاء الذهاب باللعب القطن الكاميروني، مش عايز اقول لكم اول 10 دقائق الجمهور عمل ايه في الملعب. مش ممكن فريق القطن الكاميروني نازل ما دخلش مود المباراة إلا مع الشوط الثاني، وأول ربع ساعة جونين، الفاينل خلص في أول ربع ساعة. بطولة 2008 ووقتها الاتحاد الإفريقي عمل جايزة لا حصلت قبل كده ولا عملها بعد كده. إدى النادي الأهلي جايزة أفضل جمهور في أفريقيا. لأن أنا فاكر وقتها في 2008 كنت في استاد القاهرة في مقصورة الإعلام، كل قيادات الاتحاد الإفريقي كانت موجودة، لأن ده مباراة ذهاب الفاينل، حتى مش مباراة الإياب اللي هيتم فيها تسليم الكأس، ده مباراة الذهاب. كل قيادات الكاف كانت موجودة. وقتها حتى السوشيال ميديا للاتحاد الافريقي ما كانتش بالزخم زي موجوده دلوقتي. شافوا الحضور الجماهيري وشافوا التشجيع والمسانده والمؤازره. 10 دقائق جون في الثاني الماتش خلص. القطن الكاميروني على ما حس ان هو في مباراه فاينل وابتدى يفوق ويبص في الملعب كان الشوط الاول خلص. فوقتها الجمهور خد جايزه افضل جمهور في افريقيا. الجايزه دي حتى يعني من خلال البانر وتسليم الجايزه من الكاف لاداره النادي الاهلي موجوده في متحف النادي الاهلي في مقر النادي في الجزيره في مكتب مدير عام النادي.
فعشان كده الجمهور ده ليه دور حيوي ودور مهم جدا باذن الله يوم الجمعه. ولكن التشجيع يا جماعه من اول دقيقه، الماتش هيبدا 10، من 10 ل 12 عندك ساعتين تخرج كل طاقتك بمسانده ومؤازره وتشجيع مثالي باذن الله يكون حافز للعيبه عشان تتاهل للمباراه النهائيه. وكمان وانت بتلعب مباراه مازيمبي مع الشوط الثاني هتكون عرفت المنافس اللي هيواجهك في المباراه النهائيه ان شاء الله لما نتاهل، ترجي صن داونز يعني كمان، فانت بتتفرج على المباراه وعارف مين الفريق الثاني اللي خلاص وصل فعلا للمباراه دي، هتتلعب قبل مباراه الاهلي بساعه. صن داونز هيستضيف الترجي الساعه 9 بتوقيت القاهره. نتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي. على فكره الاتحاد الافريقي عمل ضوابط اعلاميه شويه في مباراه السيمي فاينل والفاينل. هنتكلم على السيمي فاينل الاول. النهارده كان في لقاءات اعلاميه مع نجوم فريق النادي الاهلي. بالليل النهارده في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر حوالي الساعه 8 هيكون في لقاءات اعلاميه ايضا مع ثلاث لعيبه من فريق مازيمبي الكونغولي. بالاضافه لكده التدريب النهارده بس هو اللي هيكون مفتوح لوسائل الاعلام لاول ربع ساعه. يعني في هذه اللحظات وانا معاكم التدريب بدا من حوالي 10 دقائق ودلوقتي بس التدريب مفتوح لكل وسائل الاعلام. بكره التدريب مغلق. بكره التدريب هيكون مغلق، مش هيبقى فيه تصوير ولا هيبقى فيه حضور لاي وسيله اعلاميه. النهارده كمان تدريب مازيمبي هيكون في فرع النادي الاهلي في مدينه نصر وهيكون الساعه 7 ومفتوح لكل وسائل الاعلام. بكره المؤتمرات الصحفيه. مؤتمر مازيمبي هيبدا الساعه 12 ومؤتمر النادي الاهلي بالظبط بعديه على طول حوالي الساعه 1 الظهر باذن الله في قاعه المؤتمرات الصحفيه في استاد القاهره الدولي. دي كل الاجراءات الخاصه بمباراه الاهلي ومازيمبي في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا على مدار الثلاث ايام اللي فاتوا كنا معاكم لحظه بلحظه بنحاول نطمنكم على جاهزيه الفريق، اللعيبه اللي ممكن تلحق بمباراه مازيمبي، اللعيبه اللي الحمد لله يعني كان في عمليات جراحيه وامور صعبه جدا على مدار شهرين ثلاثه، غياب الشناوي، غياب امام عاشور في منتصف مارس في الاجنده الدوليه، كان من فتره اليو ديانج عقب العوده من كاس الامم الافريقيه، ياسر ابراهيم في نهايه فبراير كان عنده مزق في العضله الخلفيه وصل لحوالي 9 ملي. احنا طبعا ما كناش بنقول التفاصيل دي لان الناس كانت يعني ايه مش عايزين نخوف الناس ان الغيابات هتاخد وقت طويل، بس طبعا الجهاز الطبي عارف، الجهاز الفني عارف، فالفتره دي كان في ماتشات مهمه وكانت في احداث مهمه وكانت في غيابات مؤثره، ولكن الحمد لله زي ما احنا عارفين الاهلي بمن حضر. ودلوقتي كل اللعيبه دي الحمد لله رجعت. امبارح في التدريب نقدر نقول الاهلي كامل العدد، شفنا الشناوي في التدريبات الجماعيه. شفنا يعني موجود كمان اليو ديانج كان متواجد في التدريبات الجماعيه فتره طويله جدا، اليو ديانج كان عمل عمليه جراحيه، وعلى فكره يمكن اللي تسبب في اصابه اليو ديانج او تفاقم الاصابه في موضوع ركبه مشاركته في كاس الامم. بصوا على مشوار اليو ديانج مع منتخب مالي في كاس الامم، كان متواجد بشكل اساسي في المباراه الاولى. المباراه الثانيه خد جزء، الثالثه والرابعه خرج بره السكور. فلما رجع للنادي الاهلي كانت في مضاعفات نتيجه المشاركه في كاس الامم. الغيابات دي كلها كانت غيابات مؤثره، كاس الامم الافريقيه حرم الاهلي من 3-4 لعيبه مؤثره. حرم الاهلي من 3-4 لعيبه مؤثره، مش شرط في البطوله، لكن بعد البطوله كانت في مضاعفات نتيجه اصابات حصلت اثناء البطوله. الماتش في حد ذاته هيبقى ماتش صعب جدا. ومحتاج تركيز شديد جدا. المعسكر من بكره مش من النهارده، يعني النهارده الفريق هيتمرن تمرين عادي، بكره هيبقى في تدريب رئيسي في ملعب بختار التتش وبعدها على طول الفريق يخش المعسكر. حاولنا نسال من امبارح هل ممكن يبقى في معسكر قبلها 48 ساعه؟ كولر ما بيغيرش سياسته، يعني ليه استراتيجيه كده معينه سواء في الرحلات الخارجيه او حتى في الدخول في معسكرات. معسكر ليله المباراه، السفر قبل اي مباراه ب 48 ساعه، وهو بيراعي ده ليه؟ مش وجهه نظره فنيه بس، لا هو معاه طبيب نفسي بيشتغل على الامور الفسيولوجيه مع اللعيبه. ماتشات كتيره وسفريات كتيره، انت دلوقتي وانت لسه ما لعبتش الدور الثاني في الدوري وانت لسه في وسط الموسم لاعب مش اقل من 30 مباراه. 30 مباراه، انت اكتر فريق لاعب في مصر مباريات، رغم ان اقل فريق في مصر لعب دوري، بس اكتر مشاركه واكتر يعني استحقاقات الاهلي كان مقبل عليها في الفترات الاخيره، وبالتالي اكتر في لعب مباريات، فكان صعب جدا الفريق يسافر في سفريات اكتر من يومين ثلاثه، يخش معسكر في مباريات حاسمه زي الزمالك في الدوري او مازيمبي مثلا قبلها بيومين ثلاثه، كان صعب. برضو اللعيبه مش الات، اللعيبه بشر عندهم اسر عندهم اولاد، الجانب الاجتماعي والنفسي مهم جدا عشان التحضير للجانب الفني. فعشان كده كولر ما بيغيرش في سياساته ولا في استراتيجياته، دايما ماشي بنفس السياق. نتمنى يا رب النتائج تساعده على كده، لان احنا عارفين دايما ممكن بتشتغل وبتحط خطه عمل بتيجي نتيجه مباراه سلبيه بتقلب الدنيا عليك، ما انت برضو النادي الاهلي بنكسب على طول الحمد لله، واي تعادل او خساره في ناس بتبقى قاعده متربصه بتحب تسخن الجمهور عليك،
شفنا ماتش الزمالك سكريبت طلع من الدرج ب 20 30 خبر مره واحده. اتعادلت مع مازيمبي خب يا نجم السكريبت وشيل الاخبار دلوقتي لما نشوف ماتش الاياب ايه، هي ماشيه كده. فانت مطالب دايما تكسب عشان الضغوط دي. عموما المهم في الفتره اللي جايه ربنا يكرمنا في ماتش مازيمبي عشان نوصل فاينل، لان طول كل ما انت بتكسب وبتحقق وبتوصل فاينل كل ما السكريبت هيفضل في الدرج، وكل ما الاخبار الكتيره السلبيه اللي بتطلع مره واحده مش هيبقى ليها معنى، رغم ان انا قلتها قبل كده. اللي عنده خبر متاكد من صحته وعنده ما يثبت على ده هيفضل يقوله يوم واثنين وثلاثه ويثبت ده بالادله، لان الخبر ملوش علاقه بالنتيجه. وحق المشاهد عليك لما بيكون عندك خبر صحيح وحقيقي وسليم انك تقوله للمشاهد في وقتها، مش تفضل حاطه في الدرج لتوقيت معين. يعني الامور المهنيه للاسف يعني الفتره الاخيره رايحه في سكه صعبه جدا، ولكن الحمد لله عشان خاطر جمهور الاهلي النتائج بتبقى في صالح الاهلي في الفترات الاخيره، وبتلعب سيمي فاينل للعام الخامس على التوالي، ارقام قياسيه في البطوله الافريقيه، حدث ولا حرج. كل الناس بتتكلم عليك، رايح كاس عالم 2025، كل النتائج الايجابيه في فرقه الكوره شفناها في خلال السنوات الاخيره الحمد لله يعني بشكل ايجابي، فاينل 2020 2021 22 23 وهو كمان داخلين 24. خدوا بالكم لما اتكلمت الحالات اللي فاتت على تاهل فرق الجماعيه والالعاب الجماعيه في الاهلي، الكوره والسله والطايره واليد في العام الماضي بتتكرر هي كمان في العام الحالي. اليد حجز مكان، الطايره بالامس حجز مكان، الكوره حجز مكان في 2025، ولكن البطوله دي هتبقى في 2024 لسه ليها نظام مختلف. طبعا باذن الله نكسبها الاول ان شاء الله وهنستنى قرعه. هل هنتعمل قرعه مع بطل اسيا ونلعب مع بطل اوكيانوسيا، ولا بطل اسيا هو اللي هيلعب مع بطل اوكيانوسيا؟ يعني ممكن تبقى يعني الجوله الاولى ما تلعبش حسب القرعه وتستنى الفائز من بطل اسيا مع بطل اوكيانوسيا، اوكلاند سيتي مثلا اللي بيجي كل مره من قاره اوكيانوسيا او استراليا، ماشي؟ فده اللي هيلعب مع بطل اسيا وتنتظر وتلعب مع الفائز، ثم بعد ذلك تروح تلعب في دوله هي اللي هتستضيف البطوله مباراتين سيمي فاينل وفاينل، يا اما مع بطل كوبا امريكا الكوبا ليبرتادوريس في امريكا الجنوبيه، او تلعب الفاينل مع بطل اوروبا. النظام الكاس العالم في 2024 للكره تحديدا اتغير، خلاص ما فيش بقى سبع انديه يروحوا ودور اول ودور تمهيدي ثم بعد ذلك مباراتي سيمي فاينل، لا النظام اختلف في 2024. فباذن الله ان شاء الله لسه الارقام يعني الفتره اللي جايه هيكون فيها حاجات ايجابيه جدا. عموما دي كانت كل الاخبار المتعلقه باحداث يعني مباراه الاهلي ومازيمبي. اكيد هيكون في متابعه على التدريب، بس احنا بنتابع كل التفاصيل، اول ما يكون معانا اي مستجدات هنكون معاكم باذن الله على الهواء مباشره. فاصل فاصل ثم نواصل. ولما بنتكلم جد ناس بتتشد. ضحكتنا جايبه صداقه. وقعدتنا ما يتشبعش منها. الناس اللي بتدخل حياتنا بتبقى جزء من بيتنا. البيت الكبير بيت لكل الناس. البيت الكبير الليلة الساعة 11 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.